خليني بس اروح لاستاذ وليد اسماعيل الصحفي بقسم الحوادث بجريده الوطن للحصول على معلومات اكثر بخصوص عمليه القبض على احد المتهمين الرئيسيين في محاوله اغتيال وزير الداخليه. صباح الخير استاذ وليد. صباح الخير يا فندم. هل عند حضرتك تفاصيل اكثر من الورد الينا انه تم القبض عليه في منزله دون مقاومه ولم يتم يعني ايجاد اي اسلحه بحوزته؟ هو زي ما حضرتك تفضلتي هو ألقى القبض عليه فجر اليوم، يعني من المنتظر خلال الساعات القادمة أنه يتم إحالته لنيابة أمن الدولة للتحقيق في القضية. المعلومات المتاحة حتى الآن أنه هذا المتهم المقبوض عليه تم رصده قبل عدة أيام، و يعني قوات الأمن تركته بعض الأيام لحين يعني تنتظر أنه تردد عدد آخر من المتهمين عليه، خاصة من الأسماء هم وردت في محاضر التحريات لإلقاء القبض عليهم أيضا معه، ولكنه قرروا أن هم يلقوا القبض عليه النهاردة ويحلوا للتحقيق بعد عدة أيام من المتابعة والرصد وإحالته للنيابة للتحقيق. يعني المعلومات المتاحة أنه بينتمي لأحد التنظيمات الجهادية، وكان مشتركا في عملية أو التخطيط لعملية اغتيال الوزير. المتهم الرئيسي طبعا اللي نفذ العملية وهو وليد بدر لقي مصرعه في الحادث، لكن كان هناك مجموعة من المتهمين أيضا اللي النيابة العامة أصدرت قرارا بضبطهم وأحضرهم على ذمة القضية ممن وردت أسمائهم في محاضر تحريات الشرطة. حتى الآن هذه الواقعة يعني متشابكة بين عدد من التنظيمات اللي تحاول نيابة أمن الدولة من خلال التحقيقات حاليا ربط المعلومات التي وردت على لسانهم في التحقيق أو في خلال أو من خلال تحريات الأمن الوطني تقديم المتهمين للمحاكمة في الفترة القادمة إن شاء الله. نعم، طب هو اسمه إيه المتهم؟ لأنه الخبر مش ذاكر اسم المتهم. يعني هم بيتكلموا، هو لم يعلن اسمه حتى الان. لم يعلن اسمه، تمام. هو عنده 32 سنه، لكن وفقا لبعض المصادر يعني عدم اعلان اسمه الان ده له علاقه بالتحقيقات حتى لا تؤثر على باقي المتهمين. حتى لا تؤثر على باقي المتهمين يعني. نعم، اشكرك وليد اسماعيل الصحفي بقسم الحوادث بجريده الوطن، شكرا ليك.